خلد لبنان مؤخراً الذكرى 46 للحرب الأهلية اللبنانية، واليوم هو أمام مفترق طرق لمناقشة المشهد اللبناني. نستضيف الأستاذ أحمد عز الدين المحلل السياسي من لبنان. أهلاً بك سيدي. أهلاً فيك، شكراً، تحية لك. إذن نستهل هذا الحوار بآخر المستجدات. حوالي 16 مجموعة معارضة من بينها حزب الكتلة الوطنية ومجموعة بيروت مدينة أطلقت مبادرة لتوحيد صفوفها قبل الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل. إلى أي حد يمكن لمثل هذه المجموعات والتكتلات أن تحدث فرقا حقيقيا أو خرقا في المشهد السياسي اللبناني المطبوع كما هو معروف بتدوير السلطة بين الفرقاء ذاتهم؟ الحقيقة لا أدري إلى أي حد تستطيع هذه القوى يعني أن دفع الناس أو الغاضبة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع. هناك حالة غضب عام في لبنان، هناك رفض لكل الطبقة السياسية، لكن ما يعني ما أخافه أو ما أسمعه هو أن معظم الناس يعني تريد العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وبالتالي فإن السلطة الموجودة بقواها الطائفية والمناطقية وبما تستطيع أن تستقطب بعض الناس من مساعدات أو وعود أو توظيفات تستطيع أن تؤمن الحد الأدنى ولو كانت يعني النتائج هزيلة، ولكنها تستطيع الوصول إذا لم يتمكن الآخرون من دفع الناس وتحريضها على المشاركة في الانتخابات وعدم يعني التزام المنازل، لأنه جرت العادة يعني اعتقاد لنا الناس بأن صوتها لن يغير، وبالتالي ما كتب قد كتب، وبالتالي يتوجه الكثير إلى أن يبقى منزله ويقاطع الانتخابات. إضافة إلى أن القوى السياسية يعني قبل الانتخابات كأنها بالتفاهم فيما بينها تقوم بحملة تحريض طائفي، بحيث يصبح هناك بعض الاستقطاب الطائفي لكل زعيم أو لكل قائد مجموعة طائفية ومناطقية، وبالتالي تستطيع أن تؤمن الأصوات. هل ما حصل خلال السنتين الماضيين سيعيد النظر في رؤية الناس؟ هذا أمر هو يعني جوهر المسألة، وهذا هو الأمر المطروح للنقاش. هل تستطيع القوى المعارضة أو تستطيع القوى الرافضة للسلطة الحالية أن تقدم أسماء معروفة؟ يعني عندما تقدم أسماء مغمورة، أسماء غير معروفة، ربما لا يتشجع المواطن الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لها. لكن إن قدمت شخصيات معروفة في مناطق وجودها على الأقل ومشهود لها بنظافة الكف والثقة، لا شك أنها تستطيع أن تقلب الطاولة على الطبقة السياسية. لكن ألا يمكن أن نعتبر هذه الأسماء في حال ما إذا كانت معروفة هي جزء من المشكل بالأساس، بمعنى أن اللبنانيون صاروا يرغبون في وجوه جديدة؟ ربما أنا قلت أسماء معروفة بكف نظيف وتحظى بثقة الناس في مناطقها، يعني في كل المناطق اللبنانية هناك أشخاص كثيرون لهم خدمات، أشخاص لهم تاريخ جيد، يعني لم يتمكنوا لأنهم يعني بمنع عن السلطة أو لأن السلطة تمنعهم من الوصول، ولكن هم معروفون وكل الناس تعرفهم. إذا استطاعوا يعني تأمين يعني إدخال مثل هذه الأشخاص إلى الحلبة، يعني لم يلجأ هؤلاء المعارضون إلى الأنا بأن يكونوا هم من يريد أن يترشح وأن يكون معظمهم من المغمورين، فإن الناس لن يعني لن تتشجع إلى المغامرة للذهاب للانتخابات لإعطاء شرعية لهذه الانتخابات، لأن هناك من يقاطع أسأله عن المقاطعة يقول لا أريد أن أعطي شرعية لهذه الانتخابات. على هذه القوى أن تختار، إذا لم تختار، إذا لم تلجأ إلى هذا الأسلوب لن تستطيع أن تواجه السلطة. يعني عليها أن تستفيد من حالة رفض الشعبي لهذه السلطة بأن تضع بمواجهة السلطة أناس جديرون بأن يقوموا في خدمة البلد. وإلى حدود هذه اللحظة أستاذ أحمد، يبدو أن تشكيل الحكومة اللبنانية يعرف تعقيدات شديدة وتصل أحيانا إلى حد مناوشات بين الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. يعني بالرغم من كل الضغوط الدولية على الطبقة السياسية ما يزال الأمر غير يسير. كيف تقرؤون ذلك، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الوضع وهذه العقبات؟
إلى أي مدى يستمر لا أحد يعلم. يعني الأمور مفتوحة منذ 7 أشهر التكليف كان، وربما يمر 7 أشهر منذ نصل إلى الانتخابات، وهناك من يقول أننا نصل إلى الانتخابات النيابية وهذه الحكومة التصريف العمالية موجودة. الكل يدرك يعني أن كل الأعذار المقدمة سواء من فريق رئيس الجمهورية أو من الآخرين لا تبرر هذا الفراغ وهذه الأزمة في البلد. هي كل ما يحصل هو افتعال أزمات لإبقاء الوضع على ما هو عليه، ربما بانتظار تطورات إقليمية ودولية. يعني كل يوم نجد هناك أزمة هامشية تضخم وتوضع في الواجهة. يعني هذا شيء مدروس، الهدف إلهاء الناس بأزمات، مسلسل من الأزمات المتلاحقة. كل يوم نخترع أزمة لنصرف النظر عن موضوع الحكومة وإلهاء الناس. يعني أعتقد أن هذا الموضوع معروف لدى كل اللبنانيين، وبالتالي الناس تعيش الأزمات المعيشية كل يوم. اليوم أزمة مواد غذائية، غدا أزمة محروقات، بعد غد أزمة دولار، بعد غد أزمة تهريب. يعني كل يوم يخترع فيه أزمة، وكل يوم أيضا تخترع موضوع خلافي بين المسؤولين عن تشكيل الحكومة. كل هذه الأزمات كأنها يعني مبرمجة وموضوعة للاستمرار الوضع على ما هو عليه. قبل أيام سيدي تابعنا دعوات لرجال دين لبنانيين من بينهم مفتي لبنان والبطريرك الماروري للفرقاء السياسيين من أجل تسريع بتشكيل الحكومة ووقف الانهيار الاقتصادي. نعلم جميعا أن الطبقة السياسية اللبنانية تتكئ على هذه المرجعيات الدينية، لكن لا حياة لمن تنادي فيما يبدو. هل نحن أمام سطوة وتغليب للمصالح الشخصية للسياسيين على حساب الانتماء الطائفي كما جرت العادة؟ طبيعي أن الكل يغلب المصلحة الشخصية، ولكن حتى هذه المرجعيات الدينية هي ليست بعيدة عن هذه، هي من جزء من هذه السلطة يعني، ومستفيدة من هذه السلطة ومستمرة مع هذه السلطة. وكل فئة، كل مرجعية دينية لها يعني رعاية معينة من فئة سياسية، وبالتالي يعني لا يمكن يعني هذا ما يقال شعارات، ما تقوله المرجعيات الدينية، أيضا يقوله رجال السياسة من هم في السلطة، وكلهم يدعو إلى الإصلاح ويطالب بمحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال، وكلهم يطالبون بمثل هذه المطالب. يعني المشكلة ليست يعني المرجعيات الدينية بمنع عن الأزمة، هي بكون النظام الطائفي في هذه المرجعيات هي جزء من الأزمة. وأعتقد أن يعني هي تسجيل مواقف ليس أكثر، يعني لا تخرج عن إطار التسجيل المواقف. طيب، من بين المبادرات المطروحة أيضا أستاذ أحمد، رسالة مفتوحة وقعتها أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحضه على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، والهدف هو تفكيك ما وصفوه بالمافيا السياسية الاقتصادية التي أغرقت لبنان في الأزمات. هل مثل هذه المبادرات قادرة فعلا على إحداث مزيد من الضغط على الطبقة السياسية؟ أنا أعتقد أن فرنسا تعيش يعني ما يشبه الإحباط من فشل مبادرة الرئيس ماكرون. عندما جاء الرئيس ماكرون إلى لبنان وجاء بحماس كثيرة وزار لبنان مرتين في فترة قصيرة وتحدث عن مبادرة والتقى بكل القيادات السياسية، ولكن حتى كل القيادات السياسية التي هللت له ورحبت بمبادرته بدأت يعني تسحب خيوطها خيطا خيطا، وبالتالي أفشلته. وفرنسا تعيش يعني هذه المسألة. وقبل أيام سمعنا وزير الخارجية الفرنسية يتحدث عن عقوبات، ولكن يعني فرنسا وحدها لا تستطيع أن تقوم بمثل هذا الأمر، ربما تحتاج إلى وسائل الضغط القوية لا تملكها فرنسا، ربما الأمريكي يملكها. فرنسا تحدثت مع الاتحاد الأوروبي لتكون هناك يعني مبادرة مشتركة، ولكن هي تسجيل مواقف ليست أكثر، لأنه يعني فرنسا لن تنتظر مثل هذه المبادرة كي تتحرك إذا كانت قادرة على أن تفرض مثل هذه العقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية، أو أن تمارس هذه الضغوط وتفرض عليها أن تغير من مسارها السياسي. ليست بحاجة لمثل هذه الرسالة، لأنها أعلنت موقفها منذ عدة مرات، لوحت عشرات المرات بالعقوبات، ولكن لم يحصل شيء من هذا الأمر. الأستاذ أحمد عز الدين المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، نشكر لك كل هذه التوضيحات، ورمضان مبارك كريم سيدي الفاضل. شكرا لك.